هي تحية عفوا هذه صلاة الجنازة، أن يكبر ويقرأ الفاتحة كاملة ثم الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلي، ليست تشهد كاملا، ليست تحيات لله، إنما الصلاة الإبراهيمية تسمى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، ثم الله أكبر تكبيرة ثالثة، يدعو للميت ولنفسه إن كان يحفظ الدعاء المأثور في ذلك دعا به، إن لم يحفظ فيدعو بأي دعاء، تدعو لنفسك وللميت ولموتى المسلمين، ثم تكبر تكبيرة الرابعة وتسلم. ويجوز أن يكبر 5 تكبيرات، ويكون الترتيب كالتالي: بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد، بعد التكبيرة الثالثة دعاء، بعد الرابعة دعاء، وبعد الخامسة يسلم. ويجوز أن يكبر 6 تكبيرات كذلك دعاء، ويكون دعاء، ويجوز 7، ويجوز 8، ويجوز 9. كل هذه واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك يجوز. طبعا الأصل في فعله الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر 4 تكبيرات، لكن لو كبر 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 فإن هذا وارد، وتكون كلها أدعية. أحسنت، وكلها أدعية للميت ولنفسه وللمسلمين. وللمسلمين أحسن، يدعو كلها أدعية. أما في الأولى والثانية الأولى والثانية ففيها الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها كله يعتبر من الدعاء. طبعا صلاة الجنازة أو الجنازة يصح بفتح الجيم وكسرها، فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولها فضلها. أحد منكم يحفظ فضلها؟ نعم، فضل صلاة الجنازة. ها عبد الله، أعتقد ما أذكر الناس. من صلى على جنازة فله، أحسنت، فله قيراط، ومن أحسنت ومن تبعها أحسنت حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كجبل أحد من الأجر. لو صلى على عدد من الجنائز، يعني أفرض أنه قدم في ذلك اليوم 3 جنائز للصلاة عليها، كما يحدث في مكة المكرمة، في مكة مثلا وفي المدينة وفي بعض كبار المساجد، هل يكون لك قيراط على كل ميت أم لك قيراط على الصلاة كلها؟ لأنك ستصلي عليهم صلاة واحدة كل المجموعة. قيراط على الصلاة كلها، الصحيح على كل ميت قيراط. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة، ما قال من صلى صلاة الجنازة، لا، من صلى على جنازة فله قيراط. فلو صليت على 3 أفضل مما لو صليت على 2، أفضل مما لو صليت على 1. طيب، إذا فاتتك بعض صلاة الجنازة أو فاتتك صلاة الجنازة ولم تستطع أن تصليها على الميت، أفرض أن صاحب لك مات وأنت مسافر مثلا، أو يعني حصل أي ظرف وفاتتك صلاة الجنازة أو وصلت متأخر بعد ما دفنوا الميت، هل يشرع أن تصلي على قبره؟ والله أنا أشاهد في دائما إذا قبروا، إذا دفنوا الميت وجاءوا ناس متأخرين يقيمون الصلاة. أحسن، يصلي على قبره. يصلي على قبره. أي كيف يجعل القبر، من أي جهة يجعل القبر بالنسبة إلى المصلي؟ بينه وبين القبلة. أحسنت، يأتي ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد امرأة كانت تقوم المسجد، كان هناك امرأة في المدينة تأتي وتكنس المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام، ففقدها صلى الله عليه وسلم، فسأل قال أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. قال هل لا كنتم آذنتموني؟ لما لم تخبروني أنها ماتت؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل وأنت نائم، ما أحببنا أن نزعجك، وصغروا من شأنها، قالوا مسكينة وضعيفة نزعجك لأجلها ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا، دلوني على قبرها. الله. شوف يا أخي احترام عليه الصلاة والسلام لصغير المؤمنين وكبيرهم، ما قال هذه مسكينة وضعيفة وخليها، صليت جزاكم الله خير انتهينا، لا، دلوني على قبرها. فأخذوه بيده عليه الصلاة والسلام وذهبوا به إلى قبرها، ثم كبر وصلى عليها وهي في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. سبحان الله. فهو عليه الصلاة والسلام لأجل مصلحة الميت يأتي ويصلي عليه. طيب السؤال، لو أنك فاتتك بعض صلاة الجنازة، يعني أنت جئت والإمام قد كبر التكبيرة الأولى الله أكبر، لما كبر الثانية الله أكبر وبدأ هو يقول اللهم صل على محمد، دخلت معه، كيف تقضي بعدما ينتهي الإمام من صلاته؟ تقضي كما في الصلاة، تكون الثانية عند الإمام لا في الأولى. ناصر، لا تنتهي مع الإمام.
طيب سينقص عليك تكبيرة إذا انتهيت مع الإمام. الأجر لا يمجز مذاكرة عموما يعني حتى لو افتيت. عموما إذا جاء الإمام، إذا جئت الإمام كبر الله أكبر قرأ الفاتحة وأنت لا تزال لم تدخل معه تمشي إليه قال الله أكبر اللهم صل على محمد، جئت أنت قلت الله أكبر دخلت معه، أنت ماذا ستفعل بعدها التكبيرة؟ تقرأ الفاتحة والإمام يصلي اللهم صل على محمد، قال الإمام الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه، أنت الآن قلت الله أكبر وبدأت تقول اللهم صل على محمد زين؟ قال الإمام في الرابعة الله أكبر، ماذا سيفعل الإمام الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنت بقي عليك الدعاء، الدعاء كبرت أنت الله أكبر، ادعو دعاء سريع اللهم اغفر لي وله وتجاوز عني وعنه الله أكبر وسلم. أهم شيء أن تحاول السلام يكون على اليمين فقط، أحسنت هذا فاتنا. أهم شيء أن تأتي بالدعاء سريعا تتدارك قبل أن يرفع الجنازة، تأتي بالدعاء. وكذلك لو دخلت في التكبيرة الثالثة أو الرابعة تأتي بسرعة بالتكبيرات التي فاتتك قبل أن يرفعوا الجنازة.